طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الاهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونية في المدرجات. الان نسمع واياكم الى النشيد الوطني لمصر. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. الجزائري بن ناصر يثبت يوم بعد يوم انه واحد من ابرز لاعبي خط الوسط في الوقت الحالي، ربما لا يملك المواصفات الجسديه مثل لاعبين اخرين في مركزه، لكن عنده ميزات كثيره اخرى تجعله يقدم مستويات كبيره ويمكن الاعتماد عليه في الملعب. سبعيني طهرات بن ناصر، بن سبعيني، وداوي يلعب كرة بينية طويلة، جميلة تزيد أجمل، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. عمر جابر تلعب الكرة إلى الأمام، محمد صلاح، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. محمد صلاح قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. تعود الكرة إليهم مرة أخرى، سام مرسي، مرسي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، محمود تريزيجيه يبحث عن المهاجم، مصطفى محمد يلعب كرة للجانب الأيمن، يحاول أن يلعب كرة بينية، محمود تريزيجيه، محمد صلاح يلعبها على طرف الملعب إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. محمد صلاح، تريزي
إيجي. يلعب كرة بينية. ماذا بعد كل هذا؟ هل يبتع؟ يسدد الكرة المرتدة. لم يكن محظوظا رغم الرقابة الكبيرة، نجح في المرور، نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع، لكن في الأخير الفرصة لم تكتمل. كرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. حمد النني، الكرة ملعوبة من مسافة. مصطفى محمد صنع فرصة جميلة للغاية. مصطفى محمد بالتأكيد أنه يندب حظه على ضياع هذه الكرة، لقد قام بعمل كبير لكنه للأسف لم يكتمل. بن سبعيني يمر ويلعب كرة بينية، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. يحاول تمريرها من بين المدافعين والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يحاول فك شفرة رياض محرز. تابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. والآن الكرة ملعوبة للأمام. يحاول تمريرها من بين المدافعين. قراءة ممتازة من الدفاع. بن ناصر. يلعبوها للأمام، يلعبها لمنطقة الخطر، يبحث عن المهاجم. الحكم يطلق صفرته لكن الاحتساب خطأ. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. بالطول والعرض يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. تغيير جميل للعب. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، طويلة إلى القائم البعيد. تهرات مصطفى محمد يلعبها على اليمين. تحكم رائع في الكرة. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. عطال
عطال يحاول لعب الكرة إلى الأمام. محمد صلاح كرة طويلة للأمام، كرة كانت في منتهى خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تريزيجيه الكرة اللي كانت ملتفعة قليلا على الأرض، ولكن أيضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. كرة كانت خطيرة جدا وخلقة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، بطاقة صفراء قرار سليم من الحكم. صافرات نهاية الشوط الأول، صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم. الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم، سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. الدفاع ممتاز في مباراة اليوم، يحاول أن يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. محمد صلاح النني، تمريرة بينية تبدو خطيرة، ماندي بن ناصر، لمسة بينية مرتاح. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. محمد النني، مصطفى محمد يتدخل بشكل قوي، تسديدة يحتسب الحكم ركلة حرة، بطاقة صفراء مستحقة. محمد صلاح ترتد الكرة من العارضة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. من 70 كرة طولية في المساحة الخالية، علي قبر، حجازي يلعبها طولية، يلعب كرة على اليسار، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى ويلعب العرضية. من 70 يلعبها طويلة، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. محمد صلاح فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، مرت الكرة، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يعرف القرار أنها بطاقة صفراء ثانية له، لذلك هو بنفسه سيخرج من الملعب الآن. تأكيد المدرب ليس سعيدا بعد هذا التصرف وبعد هذا الطرد. الجزائر، هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة. محمد صلاح هدف عالمي، هدف ثمين بالتأكيد، لم يكن من الممكن إيقافه. تم تدليل الفارق إلى هدف وحيد. محرز، أي دفاع
دفاعا هذا؟ أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا؟ حجازي يلعبها طولية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. يلعب كرة طويلة، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم المباراة يخرج الإنذار. مصطفى محمد والكرة تعانق الشباك. مصر سجلوا هدف التعادل الآن. الكرة تضع في أفضل مكان. حارس مين يا عمي ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. التعادل لا يزال مستمر. ماندي عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. تهرات من 70، قد تكون هذه فرصته. بوداوي، ارتدت الكرة من العارضة. محمود تريزيجيه، ضغط قوي وينجح في استعادتها. عدى الكثير من الوقت من الدقائق، ربما الفرصة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء مستحقة. من 70 تهرات من 70، كرة خطيرة على اليسار، يحاول أن يلعب كرة بينية. مصر يقوم بتغييرات بالجملة هنا. يمر ويلعب كرة بينية. بالناصر، من 70 تهرات، وترجع الكرة إلى الحارس. ماندي عطال، رياض محرز، من 70 اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تهرات، ماندي، مرحلة حاسمة من المباراة، يحتاجون إلى تركيز أكبر، إلى سرعة أكبر. ماندي، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. تهرات، من 70 تهرات، ماندي، محرز يلعب كرة بينية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. عمر جابر،
انتهى كل شيء مع صافرة النهاية. يوم للنسيان بدون أن ينتصر أحد في مباراة اليوم. تعادل سيد الأحكام. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد وكان يحاول